ونسوي تشيز الهبة، تشيز المقلوب. عندي كوب، بالكوب المعياري بسكوت مطحون، وراح أنزل عليه 50 جرام زبدة مذابة، وعليها ملعقة قشطة، ملعقة بالملاعق المعيارية كمان، وحرك وكذا. فركتها كويس الزبدة مع البسكوت مع القشطة، وهذه القاعدة اللي تشوفونها عليها تتماسك. وعندي القالب الصغير هذا، وممكن أي زبدية صغيرة، وراح نغلفها، نغلف كامل القالب وارجع لكم. غلفت القالب عندي زي ما تشوفون الأطراف ومن تحت، ونسوي دحين خليط تشيز. خليط تشيز أي جبنة عندك، أنا عندي هنا جبنة مثلثات، ممكن جبن كيري، ممكن فريدريفيا، ممكن أي جبن كريمي. عندي ربع كوب نستلة حليب مكثف، وربع كوب حليب مكثف، نص كوب كريمة خفق، ونص العلبة قشطة. اللهم صل على محمد. ونبدأ نخفقها، ونخفق الخليط، ونرجع خليط التشيز. وهذا خليط التشيز عندي جهز. وهذا ونجهز دحين تشيزنا. ممكن استخدام مربى او حشوة اي فاكهة. انا عندي هنا مع ان موسم المانجا دحين، عندي مانجا هرستها بدون اي اضافات، مانجا الوحدة كده مهروسة، راح اخذ منها شوية ونزله بالقالب وننزل عليه حشوة التشيز. نزل حشوة المانجا زين، ونزيد من الحشوة، نغدمها بحشوة المانجا. مدري ليش حسيتها لذيذة بتطلع بالمانجا، توافقوني الرأي؟ ونزيد نغطيها بالحشوة شوية بحشوة التشيز. وكذا جهزت عندنا التشيز، راح نغطيه بشي بسيط من البسكوت اللي سويناه معاكم الحين مع الزبدة. نغطي حشوة البسكوت نفس القاعدة اللي سويناها، تغطية خفيفة بس.